اهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. قضيه جامده جدا وقويه جدا وما استمرتش فتره طويله، كنتوا متوصلين للفاعلين والفلوس كمان. فضل من ربنا الحمد لله. ايه اللي حصل يا فندم من اول بلاغ مجلس؟ والله البلاغ جاء كده حوالي الساعه 12 ونص، بان في 12 ونص الظهر طبعا، ظهر انا في عز الظهر، لا لا طبعا يعني فجر يعني. فوصل بلاغ بان في اطلاق عيره ناريه وفي مصاب وصل لمستشفى بني مزار، وده مندوب شركه بعض يعني شركه غذائيه ومصاب بطلق ناري والاسير على مبلغ مالي كبير. تم الانتقال على الفور طبعا، اخترنا السيد اللي هو محمود عفيفي مدير اداره البحث الجنائي، انتقل سيادته على الفور ومع سياده العميد عبد الفتاح الشحات رئيس محافظ المديريه. تم تشكيل فريق بحث على اعلى مستوى، وكان برئاسه العقيد اشرف عبد المالك رئيس فرع الشمال، وبدانا سعادتك نشوف مكان البلاغ ونفحص بالنسبه للشركه والناس اللي موجوده في الشركه وكيفيه ارتكاب الواقع في الوقت دوت، وربنا وفقنا وتوصلنا للجنايه الحمد لله. يعني سيادتك لما اقول المقدم عماد حمد رئيس مباحث بني مزار، افهم ايه من كلمه ان ناس بسلاح آلي 12 ونص الظهر مش في مركز، بقى مش هقول لك العدوى ولا ما، لا في مركز بني مزار، مركز تجاري زحمه جدا، افهم من كده ايه بصراحة كده؟ بصراحة هم طبعا مش من بني مزار، يعني هم ارتكبوا الواقعة، ولذلك هم ارتكبوا الواقعة من غير حتى ما يكونوا ملسمين، لأنه تصير علامة استفهام برضه. مش من أبناء بني مزار. فهم واخدين الأمان إنه محدش هيعرفهم أو مش حد هيتوصل لشكل. توقيت يا فندم 12 الظهر. يعني ربنا وفق الحمد لله، ومش هتحصل تاني إن شاء الله أبدا. عمرها ما هتحصل تاني إن شاء الله. خلاص هي كده علمت هنا في بني مزار. فضل من ربنا الحمد لله، فضل من ربنا. استمرت كام يوم؟ يعني ان شاء الله يعني ما عدناش بتاع 4 ايام او 3 ايام وربنا كرمنا وخلصنا القضيه فضل من ربنا. ايه اللي حصل؟ تخطيطهم كان ازاي وازاي توصلتم؟ والله توصلنا طبعا السيد مدير عمل فريق بحث ضم جميع مراكز الشمال كلها بالكامل، استاذ رؤساء المباحث معانا، بدانا نحصر، جبنا بعض اللقطات التصويريه لاشكالهم من معرض ابو هم عدوا من قدامه وفضل من ربنا وبمناقشة احد المسجلين وتوصلنا ان كان هيرتكبوا الواقعة دي مع بعض. حددنا مأموريات خارجية خارج المحافظة وداخل المحافظة هنا، وربنا وفقنا وتمكننا من ضبطهم. عرفت يا عماد بيه ان انت كمان استنتجت او توصلت لبعض القضايا عن طريق العيال دي برضه او المتهمين دول، كان في مراكز في محافظات تانية. تمام ببعض المحافظات الاخرى وفي بعض المراكز الاخرى عندنا. وفضل من ربنا الحمد لله. الحمد لله. اصلا القضية اللي زي دي بتبقى صعب، يعني لو في اي منطقة تانية كان صعب الوصول ليها، ناس مش من المركز، مبلغ اتاخد بالفعل، واحد مصاب بطلق ناري، فبالتالي كانت تبقى صعبة قوي تتفك طلاسم القضية. طبعا فضل من ربنا الحمد لله. الحمد لله يا باشا الحمد لله فضل من ربنا. استاذنك يا فندم نشوف بقية الاطراف ونيجي معاهم. تعليماتك يا باشا. حاضر.